نرجع تاني لملف التعليم العالي، ومن الأخبار دايما اللي احنا بنحاول ان احنا نقترب منها كده ونعرف ايه الجديد عندنا في هذا المجال، لان احنا عارفين انه في جامعات تكنولوجية بصدد ان هي يتم افتتاحها، عندنا كمان توجيهات من سيادة الرئيس انه يتم وجود حوافز بالنسبة للطلبة، دعمهم بالنسبة للطلبة المتفوقين بشكل كامل، ودعم بشكل أو بآخر لبعض الطلبة الآخرين. عايزين نعرف آلية تطبيق الكلام ده هيكون عامل إزاي. ولكن أنا معايا خبر آخر، إنه استعرض دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقرير مقدم من دكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، ودكتور أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية حول استعدادات جامعة بنها الأهلية لبدء الدراسة خلال العام الدراسي الجديد. وده بيجي تنفيذ لتوجيهات سيادة الرئيس السيسي بزيادة عدد الجامعات الأهلية في منظومة التعليم العالي وتوفير الدعم المالي اللازم إنشاء هذه الجامعات وتجهيزها بأحدث الإمكانات، مع تركيز الدراسة على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة اللي بتؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها. أيضا الرئيس كلف بأنه يكون في هناك حوافز للطلبة للاشتراك في التخصصات التكنولوجية الحديثة في 6 جامعات تكنولوجية زي ما قلت لحضراتكم. الرئيس أيضا بيوجه بدعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلبة المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية. وعندنا كمان التعليم العالي بتعلن بدء الدراسة ب 12 جامعة أهلية في أكتوبر القادم إلى جانب الجامعات الحكومية. تعالوا كده ننظر على فكرة التطوير اللي موجودة حاليا عندنا في التعليم العالي. معنا دكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. دكتور عادل صباح الخير. صباح النور أستاذ هيبة، تحياتي لحضرتك وكل سيدات والسادة المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك، وبداية كده تحية للمجهودات المبذولة في هذا الإطار والعمل الدؤوب على تطوير هذا الملف على قدم وساق. الحمد لله، قطاع التعليم العالي واحد من قطاعات الدولة الأساسية اللي حظيت باهتمام القيادة السياسية والمتابعة المستمرة وتعاون كل أجهزة الدولة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وده اللي كان أثر واضح في نقل منظومة التعليم العالي. أنا عايز بس حضرتك كل الرأي العام ينظر أين كانت منظومة التعليم العالي من 8 سنوات وكيف أصبحت الآن، أين كان تصنيف الجامعات المصرية وأصبح الآن كان عندنا. دكتور عادل بدون قطع كلام حضرتك، التطور بالنسبة لنا اللي حضرتك شايفه على يعني إطار التصنيف على الجامعات العالمية، ولا إحنا بنحسب التطور في العدد؟ لأنه قبل كده كان في تصريحات لسيادة الرئيس كان بيتكلم في إطار التعليم وفي إطار الصحة، إن لم تخني الذاكرة، في آخر فعالية كان بيفتتحها سيادة الرئيس كان بيتكلم إنه مش إحنا مش بنوفر إتاحة فقط، ولكن إحنا بنبغي الجودة قبل الإتاحة. بالتأكيد، خليني أكد لحضرتك إن إحنا في كافة المسارات وزارة التعليم العالي خلال السنوات الماضية واللي ثماره حاليا أصبحت واضحة. إذا كنا حضرتك بنتكلم على الإتاحة فده مبدأ أساسي السبب، لأن إحنا عندنا زيادة على طلب التعليم العالي سواء من الطلاب داخل مصر أو حتى من الطلاب الوافدين القادمين إلى مصر للدراسة بها. يعني معنى ذلك أن احنا عندنا فئة الشباب بتزايد مستمر بحكم الزيادة السكانية، وبالتالي لابد أن توفر الدولة تستوعب هذه الزيادة ضخمة لاستيعاب هذه الزيادة. مصر عملت ايه خلال الفترة الماضية؟ اتجهت في أكثر من مسار، مسار الجامعات الحكومية حظي بدعم كبير من الدولة وانشأت 4 جامعات جديدة خلال السنوات الثمان الماضية، كان عندنا 23 جامعة حكومية، أصبح عندنا 27 جامعة حكومية بإضافة جامعات العريش، مطروح، الوادي الجديد، الأقصر. ومعنى إنشاء جامعة حضرتك تعلمي حجم الاستثمارات الضخمة اللي بتتكلف الدولة لإنشاء هذه الجامعات. بنتكلم على مسار الجامعات الأهلية، عندنا طفرة كبيرة جدا في إنشاء جامعات أهلية بمستوى دولي، كنا بنتكلم بمستوى دولي، الجلالة، سلمان، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة، وزي ما حضرتك أشرت في الخبر اللي أعلنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس، 12 جامعة أهلية منبثقة عن الجامعات الحكومية ستنضم لمنظومة التعليم العالي لأول مرة. وأكد كمان في كلامه امبارح على توجيهات سيادة الرئيس بفكرة الحداثة، تطوير
بالظبط. يعني والنظر خليني أكد ايضا لحضرتك، لاحدث المناهج اللي بتدرس. يعني خليني اقول لحضرتك في جزئيه التطوير، ليس فقط تطوير الكم ولكن ايضا مصحوب تطوير الكيف، اللي هو ان احنا بنركز على فكره البرامج الدراسيه الحديثه هي بتحاكي سوق العمل المستقبلي. سوق العمل المستقبلي سوف تختفي فيه العديد من الوظائف التقليديه، وسوف تظهر وظائف أخرى تلبي احتياجات سوق العمل المستقبلي بملامحه المستقبلية اللي عشان الناس اللي تتمثل في بتقول كليات الاتجاه. القمة الموضوع لا، هيتغير تماما. الموضوع يتغير تماما. القمة بالنسبة لي هو التخصص العلمي اللي هيحتاجه سوق العمل خلال الفترة القادمة. وبالتالي هناك برامج دراسية أدعو الطلاب للدخول على، احنا عاملين طبعا قائمة بكافة مؤسسات التعليم العالي المعتمدة في مصر، على الطالب ان هو يراجع هذه القائمة ثم يدخل على المواقع الالكترونية للجامعات. هذه المواقع الالكترونية بتوضح له البرامج في كافة التخصصات. اذا كنا بنتكلم في هندسة لدينا برامج حديثة في هندسة، اذا كنا بنتكلم في التعليم التكنولوجي عندنا عشرات البرامج في التعليم التكنولوجي الحديثة، إذا كنا بنتكلم على القطاع الطبي لدينا برامج حديثة. وبالتالي على الطلاب أن يجتهد في أن يتعرف على التخصصات الحديثة اللي احنا بنتكلم عنها في الجامعات الجديدة. وأيضا هذه التخصصات لم نغفر على الإطلاق، الجامعات الحكومية كانت رائدة في استحداث برامج معاصرة للدراسة. البرامج الحكومية أضافت معظم الجامعات الحكومية النهاردة فيها تخصصات المعلوماتية والذكاء الاصطناعي باعتباره تخصص مطلوب جدا خلال الفترة القادمة. طب دكتور عادل، ناس كتير طبعا في الفترة اللي فاتت كانت بتسأل ايه الفرق بين الجامعات الأهلية والحكومية والخاصة، لكن بما اننا اتكلمنا كتير في الموضوع ده انا عايز اسألك سؤال اخر، هو ايه اللي يخلي الطالب ان هو يتوجه ناحية الجامعة الأهلية وما يختارش مثلا الجامعة الخاصة؟ خليني اقول لحضرتك ان احنا بنتكامل. نتكامل بمعنى ان احنا عندنا معروض عدد كبير، بنتكلم في 708,000 من خريج الثانويه العامه. بنتكلم ايضا على عدد كبير من ابنائنا الطلبه خريج الشهادات المعادله العربيه والاجنبيه، سواء من داخل مصر او من خارج مصر. بنتكلم على عدد كبير من الطلاب الوافدين. النهارده الطالب لما بيدخل وبيقول انا هختار اي جامعه بناء على اي اساس؟ بناء على التخصص اللي الطالب عايز يكمل فيه. الطالب عايز يعني انا يكمل ممكن الاقي فيه. تخصص في الجامعه الاهليه وما الاقيهوش في الجامعه الخاصه؟ وارد. وارد ممكن الاقي تخصص في جامعه يبقى متاح في جامعه حكوميه. بس هي ماديا ارخص مش كده؟ وهي حضرتك طبعا هي الجامعات الاهليه فكرتها حضرتك على مستوى المصروفات الدراسية، على مستوى المصروفات الدراسية في الجامعات الأهلية هتطلب من الطالب فقط تكلفة التشغيل. هذا بالإضافة لو حضرتك ربطت ده في تصريحات وربطتيه في توجيهات بالزبط. السيد الرئيس أمس وتوجيهاته لوزير التعليم العالي إنه الدولة تتكلف جزء من تكلفة الطالب بالنسبة للجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية. ده هيقدر بنسبة قد إيه؟ بالتأكيد هو كل جامعة من الجامعات سيد الوزير بيعمل اجتماع مع هذه الجامعات وتقدر نسب التكلفة اللي تتحملها الدولة في مصروفات الطالب. خليني أكد لحضرتك لو في تخصص علمي يحتاجه الطالب وموجود في الثلاث جامعات، الجامعة الحكومية موجود في الجامعة الخاصة وموجود في الجامعة الأهلية، طالب بيحكمه حاجات كتيرة جدا في الاختيار، نظام الدراسة اللي موجود بيحكموا التكلفة المادية اللي هيدفعها، ثم نظام المتبع في التشغيل، وبناء على ذلك أصبحت الفرصة متاحة للطالب. وبيحكمها أيضا مجموعة الطالب، لأنه في النهاية الجامعة الحكومية كتنسيق حكومي بيحكمنا فيه إقبال الطلاب على تخصص معين، وبالتالي في إطار الكفاءة، في إطار تكافؤ الفرص والعدالة بيتم الحصول على ترتيب الطلاب في المجاميع، وفي حدود الحصة اللي الكلية تقدر تشغلها بيتم أخذ الطلاب. وبالتالي أصبح الفرص متاحة غير في سنوات سابقة كانت الفرص صحيح محدودة بس جدا. بصراحة ملف التعليم العالي ده ما ينفعش يعني إيه يتم تناوله كده عبر الهاتف
وبشكل سريع ان شاء الله تشرفنا في حلقه يكون في الاستوديو ونقدر ان احنا نعرف كل التفاصيل الخاصه بقى بالجامعات الجديده اللي هيتم افتتاحها وايضا بدايه السنه الدراسيه الجديده. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزاره التعليم العالي والبحث العلمي.